نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. ولا ليال خطبة وحيد رنيساء الاغتنام من فرص العمر أو اغتنام العمر في خصال الخير. عمري قين لو قفا إذا استوحي ونكسن خير له وحاسو وحي سبضنا أن لعقبك أقب حين أدونك أقب حيا أنتي سبضن مجرو وحدا كونك آخرك بوحين يسير أجر كبضن كهليس سدا درادد ضيع عينه ضيع عين عمره جانية فرصة دينا إلى أن يكفر عنه. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وحوها الناصح الأمين كي لها يصادر أين أمضى وضنايو دانت أمضى كشقيني انتو تاقنا بين تاسه وحينا فريمرك أين أين فرصة لها أين هلا أين ضيعين أين كفر إذا سنه. حديث كي صحيح النبي وحكول عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس شان الرماد او اب هيست كفايديس انت شان كويبان شبابك قبل هرمك قال لي يراني ماذا كفايديس انت انت جوابين او الله يقانا قف وح بدن دين يا دنيا بو قبسن لها مركو غبوبه مكري كرو مر انتو دلنيرا اها و قبسن لها مركو غبوبه مكريو مركا تانا وحا فرصداس اي تهي انو كبرارغو دلنيردا وصحتك قبل سقمك كفى إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم انت رعاف ما قبت وحبضن بضن بعذرك كودي له عملك القبل لهي عبادة ذات قدن لهي الدنيا ذا وحي أتك قبصن لهي لدنك إيسا عابدا أيوك حمايا عذرك وغناك قبل فقرك هذا ذو حيث كفى إذا سنت أنا فقير نقول وحي آخرك وأنفعي وحسي لغو walla gayaa adigo joogaba in adduunku ku dhaafo kadibna aad tidhaahdo maad ka faa'iideysatid wa faraaqaka qabla shughlik inta fursada haysateed aanad mashquulsanayn ee gacan banaantahay ka faa'iideysay rasuulku leey sallallahu alayhi wasallam waxa ku dhici doona qofka waqti oo waxba haleeli waayo wa hayataka qabla mautik inta doosha hayna ka faa'iideyso inta aad dhimanin geerida kor waxay noqsoonahay ciddu doonayba qofku ha haade kol hadduu adduunka ka tago u geeriyoodo kitaabkiisa waa la laabashar iyo khayr. Marka inta aad mooshay nooc u doonayba qofku haade fursad bu haystaa sida rasuulku nagu dhiriyay sallallahu alayhi wasallam quraankuna aad buu noogu celceliyaa ulaayka yusaaruna fil khayraati wa hum laha sabiqun wadadki saalihiin tahay wanaagi u dheereeynaayo ilaahay amaanay. وحو النبي حسي عليه الصلاة والسلام إيمانك ما هو أحلى إسكشاكت لكن إيمانك وحو كوكرايا وكوكبعايا وكوبطا عمل هذا ونكسنا إنو سمينا إنو حديث كي صحيحين كسقنا بخاري مسلم النبي حسي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون وفي رواية بضع وتسعون شعبة. إيمانك هو دورية الضباطا قيبوت أما دورية اللحظة فأفضلها قول لا إله إلا الله وحوقي مبضا وأصر رأي الشهادة الإسلام كالله صلى الله عليه التوحيد إن إلهي حقي صلى الله عليه وأدناها إمادة لدى عن الطريق وحاوقه سيئة ومعلها سكترة وضضى الله قادة وحيدبة نوع دون إياه هذا وحيد لغو ترون ترون يدد يدون يوحيي لي والله هكاتيو كتكيو لبوحيو لغحيو لغا قادة وصخذيو لغحارو لارتيدتك قبسنا يسي shaqada dawladda hoose lagu halayo dadku iska badhaafaba taas iimaankii uu ku daray nabigu kaleey salaatu wasalaam. Idan waxa halkaa ka faamta ihsaan kasta iyo sabafal kasta inuu qaybaha iimaanka kamid yahay uu kobciyana wal hayaa shucbatu min al iiman bu nabigu kaleey salaatu wasalaam xishoodku waa qayb iimaanka kamida xishoodku wuxuu ka turjumayaa qofkii xumaanta ka khajiraya qaybihi iimaanku ku daray. Idan marka iimaanki wuxuu ka kooban yahay qawl iyo amal iyo i'tiqaad inuu qofkii aamino wixii la doonayo inuu aamino inuu ku dhawaaqo tawxiidkii iyo xubnaha ka sameeyo.
وعكلو النبي حسي عليه الصلاة والسلام دم بيغانا إنو الله إلدران هاي عملادان إنو صمين إنا إلهي وكل رافين إنو فرصدان كفاي ليسنو اسكو مدماها مرك إلهي هوري مادا قف دم بيغي سيبيري إيا عبادو ينك قفكي كدو ميني قفنا ويحي قلب صاف ولو ويسكرري بيا قفنا ويكور هرين وعن النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر صلاتها شنشن تأنت أودح لحية يلا بدر الجمعين تأودح حيس لا بدر رمضان تأودح حيس يلا بعد هذا كستين تأودح حيس إلى هاي وحكل لافة دم بيدي دعي دم بيدي دعي بإلى هاي وكاغ الصفين هي هدي دروب تواوين ليس كذا يا بنبي دروبتي واوينا إن إلهي توبة دي بكل رافية توبة دي بقفكين استغفارتي ببادنية صلاة دي مركبحة استغفر الله استغفر الله استغفر الله بكل علنية توبة دي صلاة كل رافية دانا وفرصده إنه قفى إلينا نبيك عليه الصلاة والسلام وحكا لو حسا يا رسولكو أن داتكو كوضا الدعافة له إلا قفى إليستو فرصده ده فرصده ده قرأينا نتكو أغانا ميالها الخير كأرورينا يساوي بدينا وحكاميلا dadka ducafada halka cida dulmiyeysa ay xumaan uga faa'iideysato iyeyna wuxooda ka qaadaan adigu waxaad uga faa'iideysanaysaa inaad wax ku tarto oo ajir ka hesho nabiga waxa la weydiiyay calayhi salaatu wasalaam amalada maxaa u fadli badan asxaabtu waxay ahaayeen dad ilaahay u heelan subxaana wa ta'aala alla yaqaana oo aakhira si eegaya ma yoolanina duyada maxaa lagu helaayo maxaa u qiimo badan halkee u fursad badan آخر ويدين يعني عمل كونه سنية شنادة نبي واحد الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله إلهي الله الرمي هدان إلهي الله الرمي وحبب مجرى وحكو حقا أمد الله دقالما دين تأي الضلك أي الضدك ولا الدفاع إلا وابد بادي وينين محاكو حقا ضدك الله حرايك هو أوناكس وحرق وحقو ناكسا أدونك ضدك له أي أجعله قيمها بضب ninkii asxaabiga su'aalaha nabiga ku soo celcelinayay wuxuu wax adiga waranta hadii aan intaas soo sheegtay midaba sameyn waayo ama aanan haynin qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhra waxaad markaa xoojinaysaa wala iskarab galaysa qof hawl qabanaya xoogaaga sadaqayso hadaanad xoolo haynin oo qofkii meel dhisayay ama alaab sameeyay baad la qabanaysaa la riixaysaa la hagaajinaysaa gaariga soo taayirka la banjarisanaad أو تصنع لأخرى أخرى قناة وحوية أما أذيك أحد وحوتها رأي ساقف وحوق بسنك رواية ذات كان لإداء ذوي الحاجات الخاص أما نافضة أما قفك هذه الشرآن تشنكرين أيها الله لنا يساوي حوق بنايس مركز حابي قوحوا روح أذيك ورنتا هدي أنا أنت أنا كرين كور مركز رسول قوحوا صلى الله عليه وسلم ذات كان لبك مكديش صدق أي تلف تجد كون قرنس حتى هذا مدة دافو يعلم وإذا دبك كده تصابك وخيرة وحد كور أنت هدي أي نقرن دبلون قفك هدو دبلون نقطة أعطتك أفك سيادة كيس يعيشي سأي كن بدجل لا يهين وكبح حياة دت كانوا النبي وشجع يبع عليه الصلاة والسلام حاجة كانوا جلية وح رسولك إن برايا استجوا إن وقف إلينا يا خير كيله هاي وصور ديبي يا فرصتها إن كفى إذا سنه إن حبناها أين كبد بعدين النار عمل كاسان إلى هاي وصاب وقال جايين إن كبد بعدين بركة رسول كوحول صلى الله عليه وسلم قف كبني آدم كايل هاي وابو رئيس قو إسكال صدح بقلي لحدا حبناط قف كهضبت حمد جا يا تصبيح ذا يا التوحيد يا استغفارته كوع العلية أبضية adaga xana ka qaado wadada ama wadooyinka wixii dhiba ka qaada dadkana wanaaga fara xumaantana u diida waqf heelan oo u heensaysa khayrka qofka inta isku dara wuxuu nabigu calay salaatu wasalaam waxa inta uu ku qabtay inta uu sameeyay waxa ilaahay uu kaga badbaadinayaa xubnihiisa 306 ka ah naartu ilaahay kaga badbaadinayaa subxaana فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار قبل كوحو لعيا قلبتي وقاريا إيضا نارتي وكبت بادية حبنيس وأو حيابه وده سهلنا أين الصمان كريم
arintu intaas soo qura kuma eegee hatta xayawaanaadka iyo makhluuqan aadamahaba ahayn in loo ixsaan sameeyo ayaa iyadana lagu helaya abaalmarintan qaaliga ah. Wa xayawaan badan ama aynu dhibna ama aynu inagu waxyeelayno ayuu rasuulku farayaa in laga faa'iidaysto. Wuxuu nabigu uu calayhi salaatu wasalaam iyada oo waqti waqtiyada ka mida nin uu meel marayo ayaa wuxuu arkay ay haraadan aygii buu soo dhaamiyey markaasuu waraabiyey fashakara allahu lahu faghafara lah ilaahay baa u mahadnaqay oo dembigii ka dhaaf. Waayga aynu magaciisa isku cayno haddii aad beer kasta oo qoyan wax u tarta buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa qofkaa kaga dhaafaya ugu mahadnaqaya. Way badan yihiin nusuusta mawduuca ku soo arooray. Wuxuu rasuulku ku celiyo kale calayhi salaatu wasalaam 40 khasla yacnii nawcan min albir aclaaha maniixatu lcanz maa min caamilin yacmalu bikhaslatin minha rajaa'a thawaabiha watasdiiqa mawcuudiha ilaa adkalahu llahu biha aljanna. Waxa uu leeyahay 40 qaybood oo khayrka ka mid a dee qur-aanka iyo xadiidku uu sheegay oo dadka waxtarkooda u badan oo ay ugu qiimo badan tahay in xoolaha la ismaal siiyo sida riyaha iyo adhiga la ismaal siiyo la yidhaha soomaalo markay caanuhu markuu neefkaasi gudho soo celi qof kasta oo sameeya isagoo ilaahay ajri kaga doonaya rabbuna subxaanahu watacaala wuxuu ku abaaliyaa inuu jannada geliyo. Jannaduna waxaynu doodoonayno cumuuman waxaynu ku soo ururinaynaa waxaasoo khayraho halkaa yaallo oo mid waliba furaha jannada noqon kara oo mid waliba daboolka cadaabka noqon kara halkaa agteena yaala. Laakiin waxa aad dadka ugu adag inay sameeyaan ayaa aad inoogu adag, wixiiba uu iska sahlan yahay, afkadka odhan karta, waad yaro dhaqaajin kartaa, waad u dhaqaaqi kartaa, laakiin mid inkaar qaba oo ibtilaysan oo ibliis la yidhaahba ina ag taagan shayaatiinul insi waljin yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqawli quruura shayaatiinul ins ayaa ina barbar taagan oo markaad maskaxdaada ay kusoo dhacaan dhan kale ujeedinaya. Mobaylkaasaa ugu sahla haddaa isdhilaa labada ragcadood tuko ama sii sunnayso waxa laga yaaba jawaal deg deg inuu soo dhaco, kool deg deg inuu kugu soo dhaco ood horay kabaha ka qaadato. Waa tusaale basiida. Marka cumuuman qofku waa inuu xisaabtamaa habeenkii markaad hoyato, ha iska seexaninu, ha iska buuqinu, wuxuun ha iska daawanine 24 saacadooda kusoo dhaafay. Waxaan oo khayra diintu ay sheegtay ee rasuulkiinoo naseexaynaya uu sheegay waa fursadii cumriga ee talow maxaad maanta saacadihii ku dhaafay xalay iyo maanta maxaad talow kaga faa'iidaysatay ilaa aynu sidaa u xisaabtanno waxaan ka faa'iidayn kari mayno. Taasaynu isku baraarujinaynaa dhammaanteen. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. في النواصب ثلاث خصال من تعجيب ربنا نجابة أعقاب.